السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة الكرام، على إثر دوك الحالات المصابة بالكوفيد ضمن الطاقم اللي خدام في جين في أطلس، اللي كلكم كتعرفوا شنو وقع، واللي ترتب على هذا الشيء هذا القرار اللي خداته لا بريفيكتور ديال ليرو مؤخرا بعدم السماح ديك الباخرة ديال جين في أطلس باش تدخل الميلاء ديال السات، واللي من بعد خدات واحد القرار اخر في اخر المطاف وسمحت لديك الباخره باش تدخل، والناس يدخلوا لفرنسا عوض ما يمشيوا لجينوفا الى اخره. ترتب على هذا الشيء عاوتاني دائما بالمشكل ديال اللي وقع في هذه الباخره بالذات اللي هي جين في اطلس، إلغاء هذيك الرحلة اللي غترجع من ناظور سات مؤخرا، وتلغات عاود البارح هذيك الروتور ديال طنجة سات. هذه المسائل كلها هي المسألة كتتعلق بالإصابة ديال الكوفيد في الصفوف ديال دوك الناس اللي خدامين، داك الطاقم اللي خدام في الباخرة هو اللي خدا هاد اللي عطى هاد المشاكل كلها. اليوم السلطات المحلية ديال مونبولي الممثلة بالبريفكتور، لا بريفكتور ديال ليغو، خدات اليوم واحد القرار ديال تعليق جميع الرحلات البحرية من ميناء ديال سات المغرب، بمعنى انه ما كاينش شي باطو غيدخل ولا يخرج من الميناء ديال سات المغرب حتى الاشعار اخر، ريتما غادي يتاخذوا شي اجراءات صحية جديدة اللي تقدر تضمن السلامة ديال المسافرين والسلامة ديال الجميع. وعليه الإخوة الكرام، كنطلب الله السلامة والعافية، وتنطلب منكم تصبروا والله يعاون الجميع، وكنعرف بأن هذا الشيء صعيب لكل شيء. إلى إن شاء الله كاين شي خبر جديد راه غادي نخبركم به. بالنسبة للناس اللي عندهم تساؤلات أخرى، لأن هذا هي الحدود المعلومات دي اللي عندنا، اللي شي واحد باغي يسول شي تساؤلات واحدين أخرين ولا باغي المزيد من المعلومات أشنو واقع بالذات، يتصل بجين في على الأرقام التالية 00 39 010 209 4591. غادي نعاود 00 39 010 209 4591، ولا على الرقم ديال جين في ديال فرنسا 00 33 1 86 26 10 18. وعيد 00 33 1 86 26 10 18. والسلام عليكم ورحمة الله.